فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل يقول إنني أعاني من السحر منذ 3 أشهر لا أهنأ بنوم ولا طعام. سؤاله: هل يجوز لي الدعاء على من سحرني وفعل هذا بي؟ يقول: وهل وما نصيحتكم؟ ما يحل المشكلة، ما يحل المشكلة أنك تدعي عليه، ما يحل، ما يروح السحر عنك، ولكن عليك بالرقية الشرعية والعلاج الطيب النافع. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فعليك بالعلاج الشرعي مع الإكثار من ذكر الله والدعاء، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.